أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في هذا الشهر الأليم، شهر الحزن والبكاء، شهر العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. إن للإمام الحسين عليه السلام منزلة عظيمة عند الله عز وجل، حتى ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الله من أحب حسينا. فالإنسان الذي يحب الإمام الحسين عليه السلام فإن الله يحبه، وجزاء هذا الحب أن يدخله الله تعالى فسيح جناته. وإن الإمام الحسين عليه السلام كان يطلب النصرة يوم عاشوراء، فقال: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ فالمؤمن الذي يحب الإمام الحسين عليه السلام حبا حقيقيا صادقا، فعليه أن يلبي هذا النداء وأن ينصر الإمام الحسين عليه السلام. بلي تفضل يا أستاذ. كيف ننصر الإمام الحسين في هذا الزمان؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ محمد رضا. أحسنت يا محمد، تفضل. سأل أخوكم محمد رغم صغر سنه سؤالا مهما في هذا الزمان، وهو أن الإمام عليه السلام بيننا وبينه مدة طويلة، فكيف يمكن أن ننصره نحن في هذا الزمان؟ ونصرة الإمام الحسين عليه السلام تكون في هذا الزمان أولاً بمحاربة النفس والشيطان. فالإنسان المنتصر على نفسه وعلى شيطانه هو ناصر للإمام الحسين عليه السلام. ثانياً، بإحياء نهج الإمام الحسين عليه السلام، مبدأ الإمام الذي خرج من أجله، وهو إقامة الدين وإقامة الإصلاح. فإذا أحيا الإنسان هذا النهج وهذا المبدأ الذي خرج من أجله الحسين عليه السلام، فإنه يكون ناصراً للإمام الحسين عليه السلام، وأيضاً يكون بإطاعة الله عز وجل، يعني أن يطيع الله فيما أمره وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. وأكبر نصر وأعظم نصر في هذا الزمان هو إقامة الشعائر الحسينية، فهذا يعد من النصر العظيم للإمام الحسين عليه السلام، لأنه يخلد نهج الحسين ويخلد مبدأ الحسين عليه السلام. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة عن حياة الإمام الحسين عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.